نقدر نجيبو كثار غير ما مشاوش الناس اللي عندهم كفاءه. كل مشى الانسان اللي عنده الكفاءه يجيبوا عندنا الدراري تيديروا كاراتيه البوكس، عندنا كل شيء حنا في البلاد، عندنا السباحه البحر راود وبطل البحر تطلع جوج سباحه ولا ثلاثه واعرين يمشيو يجيبوا جوج ميداليات. المشكله خاي حتى هو ما تنعطيوش الكفاءه الحق ديالها، فهم بنادم الكفء ما تيمشيش، تيمشي واحد ما عرفناش علاش مشى كاع. مازال هذاك اللي جاب ذهبيه مزيان بحال القروج هذاك واعر صافي، هذاك بوحدو اللي مزيان، شي اخر مشاو يتسركلو مشاو توريست. هادشي الا كان هادشي الا كان تيبين تيبين بانه الرياضه في المغرب راه ما بقاتش زعما في مستوى. في الوقت اللي كان تيقولوا في واحد الوقت كان زعما المغرب متخلف وكان هذا، كانت الرياضه زوينه وكانوا الناس تيخرجوا الابطال. دابا من بداك الوقت تتقدم ولا التكنولوجيا والبلاد قلنا راه زادت شويه القدام، ما بقات لا رياضه ما بقى والو. هادشي راه ما نعرف كيفاش عليك، هادشي زعما ما تيبين بان البلاد راه الرياضه في البلاد راه ما بقاتش مزيانه. كاينين شي قطاعات اخرين زوينين ولا الرياضه صافي مشات، ما بقات لا رياضه ما بقى والو، ما بقاوش الابطال ديالنا تيتصدروا للخارج تيتجنسوا وتيمشيو لبلدان اخرين تيهزوا ميداليات ديال بلدان اخرين. هذوك الابطال اللي خصهم يمثلونا ما بقاوش عندنا هنا في المغرب، ولاو تيتصدروا بحال سلعه صافي. الرياضي هنا تيتريني وتي هذا من تيعرف راسو ما عندوش مستقبل، ماشي ما عندوش مستقبل حيت البلاد ديالنا خايبه، حيت كاينين شي ناس اخرين شي لوبيات تيضغطوا عليهم تيبغيو ياخذوا لهم داكشي الفلوس هما ما تيعطيهمش لي بريم ديالهم، تيتغير تيمشي بحال البلاد اخرى، تيفضل انه يتجنس يمشي لشي بلاد اخرى بحال داك المغربي اللي دا الميداليه ديال الامارات. كاينين ابطال بزاف اللي داو لا في البوكس ولا في الجرا ولا دونك الرياضه في البلاد. حنا تنتمناو من المسؤولين يعناو بالدراري صغار الشباب يتهلاو فيهم ويشجعوهم ماديا ومعنويا ويخليو باش الرياضه تزيد القدام ويمثلونا والمغرب ان شاء الله يكون بخير ان شاء الله من القدام. ديال اليابان العاب اليابان فقدوا الشيء لا يعطي، الشاب ما عطيتيهش ما يعطيكش، باش نكونوا واضحين. الشاب خصو الماكله خصو الخدمه خصو يجيبو عامر خصو يكون مرضي، خصك تقابلو في الرياضه، خص المدرب يكون عنده درجه عاليه، ماشي نعطي 60000 درهم ويبقى غير تيدور. الشباب عطيه يعطيك بحال البقره، عطيتيها الربيع تعطيك الحليب، ما عطيتيهاش الربيع ما تعطيكش الحليب. اذا ماشي المشكل ما جاش من الرياضي، لا ماشي من الرياضي، وراك عارف انت هادشي، انت فيزيك ما غايقولكش انت ولا انت تصلح لكم انتوما كاراتي. واحد اخر عنده كاج توراسيك ديالو لارج يقول له تمشي تجيدو خاص تكون عندك رؤي. ميسي منين جابوه؟ تريزون جابوه لا سميتو، دابا راه ما غيبقاش معاهم ياك، عارف انت هادشي. منين جابوه؟ شكون اللي جابوه وشافوا وعرفوا عنده هاد الدرجه يوصل لها؟ علم الرياضي ولا ماشي علم الرياضي؟ كيخص الناس اللي مكلفين على الرياضه هما اللي خصهم ياثروا الشباب. هاد الملاعب ديال الاحياء اللي ولاو زوينين، دابا انا جيت من سلا راه كيلعبوا الفوت تمايا، شكون اللي غيقابلك انت؟ كتكون عندك مستقبل وتكون جونغلور مزيان وتكون دريبلور مزيان وتكون عندك تتهز راسك وتشوف كونديسيون فيزيك مزيان، كتشوف لعاب عنده مستقبل، خصك تختاره وتجيبه مثلا للفتح تديه للرجاء تديه للوداد، ماشي كنعنيش غير الرجاء ولا تجيبه للجيش. اذا كيعطي داك الولد ولا ما تيعطيش؟ غيعطي، ولكن اللي غادي يختار.